لو الحكاية فيها إن فيديو. وحضرتك بالنسبة لملف المصريين في الخارج، يعني لو اتكلمنا بالأرقام هم 11 مليون تقريبا أو حوالي 11 مليون، وفي نفس الوقت بيدخلوا للاقتصاد القومي حوالي 18 مليار دولار. الدور اللي حضرتك يعني شايفه للمصريين في الخارج في الفترة الحالية؟ أنا أرى إنه المصريين في الخارج دول بيمثلوا دعم اقتصادي وثقافي وعلمي لمصر. أبنائنا نفتخر بيهم، عليهم دور كبير في دعم المجتمع المصري، أثبتوا يعني تواجد جيد جدا في المجتمعات اللي هم بيعيشوا فيها، وساهموا في بناء دول كثيرة وحضارة دول كثيرة. زي ما سيادتك تفضلت، المصريين في الخارج في السنة بيدروا أو يعني بيقدموا للاقتصاد المصري 4 مرات قد قناة السويس، فبالتالي أنا أعتقد إن هم يعني يكونوا جادرين بالعناية وبالرعاية، وأنا بأؤيد فكرة إنشاء مفوضية عليا لرعاية المصريين في الخارج تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس الجمهورية شخصيا، ما تكونش تابعة لوزارة من الوزارات. فبيجب إن احنا نطور التعاون مع المصريين في الخارج. احنا الهدف من التواجد بتاعنا النهاردة إن احنا نحاول تطوير هذا التعاون. أنا بفكر في فكرة يمكن تكون جديدة، هو إنشاء المجلس الوطني للتنمية. هذا المجلس هيكون قائم على جهود المصريين في الخارج اللي عايزين يقدموا لبلدهم شيء جديد. المصريين في الخارج مش مجرد فلوس بس وتحويلات، المصريين في الخارج أفكار، مشاريع، بحث علمي، تقدم علمي أيضا، وبالتالي احنا نستطيع ان احنا نتواجد او نوجد كيان بعيد تماما عن الدولة، ويكون بمثابة يعني عامل مساعد للدولة وليس منافس للدولة، ولكن هو بيحاول ان هو يجمع كل الطاقات الموجودة في الخارج وتحولها الى مشاريع على الارض في مصر. فان شاء الله احنا كنا بننوي اعلان هذا الاتحاد قريبا، الاتحاد الوطني للتنمية، وهو هيكون قائم يعني بشكل اساسي ومباشر على جهود المصريين في الخارج. في الختام حضرتك، بالنسبه للمهرجان، مصر بلد الشمس والحضاره، ومشاركه حضرتك اميد مشاركه حضرتك في هذا المهرجان، الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للاوروبيين عامه والشعب النمساوي بشكل خاص؟ طبعا السياحه عنصر هام جدا بالنسبه للاقتصاد المصري، وهو صناعه قابله يعني لايجاد عائد سريع منها، لان هي صناعه متواجده وصناعه موجوده وكل مقوماتها على الارض. وبالتالي احنا هنا احد جهودنا ان شاء الله في الزياره اللي بنقوم بيها هي دفع السياحه لمصر وتقديم يعني دفع قوية للسياحة سواء كانت من المصريين في الخارج أو الأجانب، وده أحد الأهداف الأساسية للمهرجان اللي احنا جايين نحضره هنا إن شاء الله في فيينا. وأيضا لما نروح فرانكفورت في ألمانيا هيكون نفس الفكرة، إنه رايحين ندعم السياحة ونحاول إن احنا ندعو النمساويين أو الألمان بالعودة إلى مصر والاستفادة من يعني مقاصد السياحية في مصر. انا رايح، لا المره دي هتبقى النمسا والمانيا ان شاء الله، في زياره قادمه للصين في ديسمبر. هل هيبقى مره واحده ولا هيبقى في تكرار لكل دوله؟ لا، هيكون في تكرار، وهيكون في فكره جديده ايضا، ان احنا يوم 31 ديسمبر بمناسبه العام الجديد هيكون في حفل كبير عالمي رساله سلام في مدينة الأقصر، وإن شاء الله احنا بنستعد لهذا الموضوع بحيث ان هو يطلع في شكل مشرف، وفي نفس الوقت يدعو العالم كله ان هو يجي يقضي في بداية العام الجديد في مدينة الأقصر.